اختتم غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلداني في العراق والعالم زيارته الرعوية إلى المملكة، حيث قام خلال الزيارة بترقية الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن إلى رتبة الخور أسقفية، كما وضع حجر الأساس للكنيسة الكلدانية الجديدة في عمان، بالإضافة إلى العديد من النشاطات. المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة في التقرير التالي. لدى وصول غبطة البطريرك الكلداني لويس روفائيل ساكو والوفد المرافق إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان، كان في استقباله القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المونسنيور ماور اللالي والسفير العراقي في عمان حيدر العذاري والأب زيد حباب راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن ومدير الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية فايز خوري وعدد من المستقبلين. وفي خضم الزيارة الرعوية التي استمرت عدة أيام، قام غبطته بترقية الأب زيد حبابة إلى درجة الخور أسقف في احتفال كنسي مهيب. اشترك في القداس رئيس أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في المملكة المطران جوزيف جبارة والمطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتيني في الأردن والمطران شليمون وردوني والمطران بورز ثابت حبيب الأسقف المعاون لأبرشية القوش وجمع غفير من الكهنة والرهبان والراهبات من مختلف الكنائس وحشد كبير من أبناء الرعية الكلدانية في الأردن. وقد جاءت هذه الترقية كتثمين لجهود الأب حبابه في خدمة الرعية بكل محبة وتواضع وتفان. شكري وتقديري للسادة الأساقفة الأجلاء الذين شرفونا بحضورهم، سيدنا جوزيف جبارة مطران هذه الكاتدرائية وسيدنا جمال خضر اللي هو سيدنا جديد أيضا قبل كم شهر صار النائب الباتريركي لللاتين في الأردن وإخوتي رؤساء وممثلين الكنائس في الأردن، شكرا جزيلا لحضوركم. أخواتي إخوتي، أنا أخدم في الأردن منذ 8 سنوات، أي منذ بدء أزمة اللاجئين العراقيين الذين تعرفون الأسباب هجروا قسرا ومن أرضهم واحتضنهم الأردن حيث وجدوا فيه ملاذا آمنا، فواجب علي في هذه المناسبة بعد 8 سنين من الخدمة أن أتقدم بشكري الجزيل للأردن العزيز ملكاً وحكومةً وشعباً بشخص قائد البلاد جلالة الملك. جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله، وهنا أذكر وأشكر إخوتي الكهنة الأعزاء من مختلف الكنائس والأخوات الراهبات الفاضلات وكل الجمعيات الكنسية على محبتهم ومساعدتهم لي في خدمتي هنا في الأردن بفتح أبواب قلوبهم قبل كنائسهم أمامنا لكي نصلي. وما احتفالنا اليوم في هذه الكاتدرائية الجميلة لدليل على هذا، فألف شكر لكم إخوتي الكهنة والراهبات على محبتكم وعلى حضوركم معنا في هذا القداس. وفي عطة القداس قال البطريرك ساكو: لنصلي من أجل شفاء البابا فرانسيس وعودته معافى إلى خدمته، ونصلي من أجل المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا لكي يدوم فيها الأمان والاستقرار والتقدم الذي لمسناه في مجالات عدة. نصلي من أجل العراق لنشر السلام فيه. وفي نهاية القداس وعد غبطته الرعية الكلدانية في الأردن بأن يستمر في خدمتهم بأمانة وإخلاص.
خلي نصلي من أجل شفاء البابا فرانسيس وعودته إلى خدمته معافا تماما، يعني نصلي من أجل المملكة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا، لكي يدوم فيها الأمان والاستقرار والتقدم الذي لمسناه في عدة مجالات، خاصة هي اليوم بالفترة تحتفل بالمئوية الأولى لتأسيس المملكة. الله يديم عليكم. فأبونا أهنيك من صميم القلب، وأسأل الله أن ينير دربك بأنوار الروح القدس حتى تستمر في تحمل مسؤولية خدمتك بنفس مشاعر المسيح. يعني من طرفنا نحن راح نرافقك بالكباتيركية بصلاتنا ونساندك. كما ترأس غبطة البطريرك ساكو القداس الإلهي الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة القديس يوحنا دي لاسال لفرير بعمان بمشاركة عدة أساقفة وكهنة، والذي منح خلاله المناولة الأولى لأكثر من 25 طفلاً عراقياً مقيمين في الأردن. وخلال عظة القداس تحدث البطريرك عن جذور الكنيسة الكلدانية وعن أهمية دور العائلة المسيحية في صقل إيمان أبنائهم. نتعلم نحن وأهلنا ومع الكنيسة نعيش بالمحبة والتناغم، تناغم مثل هالموسيقى السيمفونية، يعني أنه نفهم نشوف الأشياء بطريقة إيجابية ونعمل أيضاً بالمحبة اللي هي هالطاقة تجعل حياتنا أكثر قوة. يعني أنتم أيضاً الأولاد أكو وصية الله، أكرم أباك وأمك، كثير تحترم أبوك وأمك وأبوك وأمك، يعني مهما كان قد يكون غدا تدرسون وتفكرون أنه صرتم أنتم أهام وأهلكم ما يفهمون مثلكم، لا، أبوكم وأمكم هي جذوركم، يعني كثير احترام. هالقربانة هي مرتبطة بمعموديتكم، يعني هالمعمودية اللي أنتم تعمدتم بيها ولدتم بالإيمان بيسوع المسيح ولادة جديدة، وكأنه هذا الجرن بينه ماي، هذا ما فقط ما ماي عادي، وإنما ما هو مقدس، هو مثل رحم، مثل ما ولدتم من أبوكم وأمكم، هذا الرحم هو رحم الكنيسة، لتولدون منه إيمانياً. يعني فيسوع يدعوكم إلى مستوى أو إلى ولادة جديدة، وهالولادة الجديدة تحتاج إلى غذاء جديد اللي هو القربان. وفي نهاية القداس تبادل أهالي الأطفال والحضور التهاني وأخذ البركة من غبطة البطريرك والسادة الأساقفة والآباء الكهنة. وخلال زيارته احتفل غبطة البطريرك لويس روفائيل برتبة وضع الحجر الأساس لكنيسة مرتوم الرسول التي تعد الكنيسة الأولى في المملكة. حضر الاحتفالية رجال دين مسلمين ومسيحيين من الكنائس الأردنية وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية والدبلوماسية. وفي كلمته أكد غبطته بأن هذا الحدث يعبر عن الأخوة بين أبناء الله وصورة مشرفة عن العيش المشترك الذي يتمتع به الشعب الأردني، ودليل أيضاً على التنوع الديني والاجتماعي والثقافي الذي تحتضنه المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والحكومة والشعب الأردني الشقيق. وأشار إلى أن الكنيسة مثل المسجد، هي بيت الله ومكان للعبادة يقدم فيهما المؤمنون السجود لله والإكرام له وطلب رحمته، ولهما دور كبير في تعزيز حوار الأديان
وترسيخ العيش المشترك بين عموم الناس. حجر أساس هو البداية وأساس بناء كنيسة كلدانية، هي أول كنيسة بالأردن. يعني نشكر الله أنه الكلدان هون مدوا إيدهم لتحقيق هذا الأمل، يعني فاليوم بدأ ينجز. والكنيسة تجمع الكل، يعني هي كنيسة مسيحية، وحلو أنه اليوم معنا شيخ مسلم وصلى معنا، يعني فهذا أيضا يرسخ العلاقة مع الآخرين ويوحدنا كلتنا كرجال الدين من أجل أن نعزز المحبة والتسامح والأخوة بيناتنا. يعني مبارح يعني رقيت أبونا زيد إلى الخور أسقف تقييما لعمله الرعوي وكل هالسنين، حقيقة هو مثل دجاجة اللي تجمع فراخها، فهو جمع الكلدان وكتير اهتم بهم، هو فعلا راعي. يعني نشكر كل الكنائس، كل الناس اللي اليوم كانوا حاضرين معنا بالمناسبة، وأيضا مبارح الكنيسة كبيرة وكانت ملآنة بالمصلين العراقيين. هذا أيضا نوع من الرسالة إلى الآخرين أنه علاقتنا مع الله هي تبقى، والله كله عابر، فمنكون قريبين من الله نعيش بالسلام، وهذا كنزنا. أهمية هذا البناء وهذا الصرح الهام جدا لرعية الكلدان والعائلات، مثل ما بتعرف الأردن فتحت أبوابها للمهجرين العراقيين واللي إجوا واحتموا في الأردن، اللي دائما فاتح أبوابه لخدمتهم ورعايتهم هن والسوريين، وطبعا هذا مش غريب علينا احنا بهذا البلد. فكانوا دائما يقيموا شعائرهم واحتفالاتهم في كنائس اخرى يستعملوهم، وكانت دائما الكنائس الاخرى مفتوحه لهم لاقامه هذه الشعائر، لكن كبرت الرعيه وكبر العدد وصار الان الاوان انهم يكون لهم كمان ايضا كنيسه تمثلهم في الأردن. فنحن منقول مبروك لهم هذا المبنى، ربنا يتممه على خير. مبروك للشعب الكلداني الموجود بالأردن. مظبوط أنه في ناس بتروح وناس بتيجي، لكن لو في ناس بقيت في الأردن لأنه لقت فيها الوطن الآمن، لقت في الأرض الآمنة، القلوب المحبة لشعب العراق، شعب شقيق، شعب عربي شقيق، ونحن في الأردن والعراق في لنا مواقف كتير هامة مع بعض، فهذا ما بنقدر ننكره. نشكر طبعا الحكومة الأردنية وجلالة الملك عبد الله اللي سمح وأذن في هذا الصرح الهام للعراقيين، للكنيسة بالأردن كمان، أيضا الحضور المسيحي في هذه المنطقة، فهذه المنطقة أرض مقدسة، فجميل أنه تضم كل هذه العائلات الكنسية. من هذا المنبر بحب أشكر أبونا زيد حبابة اللي اهتم في هذه الرعية واهتم في الشعب العراقي اللي موجود عندنا بالأردن، يعطيه العافية، ودائما هو قلب منفتح، قلب محب للجميع ولكل الكنائس والعائلات الكنائسية الموجودة هون. نرجع منقول ألف مبروك ويعطيهم العافية، وإن شاء الله الله يتمم على خير. بحب أبارك لأبونا زيد حبابة في المنصب الجديد اللي بيستاهله ويستحقه أنه يكون خور أسقف للرعية الكلدان والكنيسة الكلدانية، يعطي العافية أبونا، مستحق هذا اللقب. ألف ألف مبروك، ومننا ومن نورسات والعائلة نورسات كمان بالأردن وبلبنان وبالأراضي المقدسة بنقول له ألف مبروك، ربنا يعطيه الصحة والقوة أنه يتمم هالرسالة. طبعا وجودنا اليوم مع نيافة الكاردينال لويس رافائيل ساكو هو اللي وضع حجر أساس لأول كنيسة كلدانية في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا حدث طبعا تاريخي وحدث مهم راح تخدم الكثير من إخواننا المسيح الكلدان المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية. أكيد اليوم كلش فرحانين أنه صار عندنا أمل، راح يصير عندنا كنيسة بالأردن، مع أنه إحنا كل الكنائس هي كنائسنا وفتحت لنا أبوابها وما قصروا بأي شيء ويانا، بس شيء حلو أنه يكون عندنا كنيسة هم هنا. وشكراً للأردن لأن أنطانا هاي الرخصة أنه إحنا نفتح الكنيسة هنا.
شكرا لكم لان دائما تكونون ويانا ومرافقين بكل المناسبات. جدا فرحانين بمناسبة وضع حجر الأساس في كنيستنا الكلدانية في المملكة الأردنية العاشمية، ونشكر جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني، ونشكر سيدنا البطرياك على زيارته للمملكة الأردنية وحضوره معنا لويس ساكو. وشكرا لكم أكيد طبعا القناة اللي سباقة بكل إشي يعني، ونشكركم جدا جدا.